السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي كيمياء للصف الثاني المتوسط. حنبدأ بالفصل السادس، الدلائل الكيميائية والأملاح، صفحة 83. ما الدليل الكيميائي؟ ربما لاحظت أن بقعة الكركم الصفراء على القماش تصبح بلون بني محمر عندما يتم وضع الصابون عليها، ما سبب ذلك؟ وماذا تتوقع أن يحصل اللون البني المحمر لبقعة الكركم في حالة دعكها بالليمون، هل يتغير؟ هذه الأسئلة وهنا الجواب. أقول عند دعك بقعة الكركم بالصابون تغير لون الكركم إلى اللون البني المحمر، دلالة على وجود القاعدة في الصابون المستعمل للتنظيف. هذا الجواب. من هنا يبدأ الجواب من دلالة، لكنها تغيرت مرة أخرى إلى اللون الأصفر الأصلي عند دعكها بالليمون الحامض، أي معادلاتها وارجاع لونها الطبيعي. كما هو الحال مع المواد الكيميائية، فالمواد الكيميائية التي تكون بهيئة محلول أو صبغة وتعطي إشارة مرئية عادة عن طريق تغير اللون يطلق عليها الدلائل الكيميائية، وتستعمل الدلائل للتعرف إلى طبيعة المحلول التي تتلون بألوان معينة في المحاليل الحامضية تختلف عنها في المحاليل القاعدية أو المحاليل المتعادلة. المحلول المتعادل المحلول الذي لا يظهر فيه الصفات الحامضية والقاعدية. هنا تعريف المحلول المتعادل، أقول له هو المحلول الذي لا تظهر فيه الصفات الحامضية أو القاعدية. صفحة 84، أقول فالدلائل التي تتغير لونها بسبب التغيرات في درجة، هنا علل لماذا الدلائل تتغير لونها؟ أقول الجواب بسبب التغيرات في درجة الحموضة تعرف باسم دلائل الحوامض والقواعد. مثل إيش؟ مثل دليل الفينيولينفثالين ودليل المثيل البرتقالي أو ورقة زهرة الشمس. هنا أمثال الحوامض، هنا الأمثال، ورقة الشمس شرائط ورقية ذات صبغة طبيعية منها ذات اللون الأزرق الذي يتحول إلى اللون الأحمر في المحاليل الحامضية، ومنها ذات اللون الأحمر يتحول إلى اللون الأزرق في المحاليل القاعدية. شوفوا ماما، يتحول اللون الأزرق يتحول إلى الأحمر بالمحاليل الحامضية، هاي تجي على شكل فراغات، واللون الأحمر يتحول إلى اللون الأزرق في المحاليل القاعدية. هنا عندنا شوف هذا ورقة زهرة الشمس، شوف شلون المتعادل الحامضي القاعدي، وهنا عندنا الفيثينول نفثالين والمثيل البرتقالي. جميع المحاليل المائية تحتوي على أيونات الهيدروجين أو الهيدروكسيل. أولا إذا كانت أيون الهيدروجين أكثر من أيون الهيدروكسيل يكون المحلول حامضي، أن يكون أيونات الهيدروكسيل أكثر من أيونات الهيدروجين يكون محلول قاعدي. إذا كانت أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيل متساوية فيكون المحلول محلول متعادل. هذا نحفظ. عندنا الرقم الهيدروجيني بي اتش، الرقم الهيدروجيني بي اتش. عندنا إذا أعطيت محلولين أحدهما لحامض الهيدروكلوريك والآخر لحامض الخليك لهما التركيز نفسه، فأيهما يكون أكثر حموضة؟ هذا السؤال، هذا سؤال. هل تعتمد يقول درجة حموضة المحلول على تركيز أيونات اتش في المحلول وكيف يمكن قياسها؟ هذا الجواب، إن درجة حموضة المحلول تعتمد على اليمن على تركيز أيونات اتش موجب. ليش السبب؟ هذا هم ما تعلل، لأن المسؤولة على ظهور الصفات الحامضية للمحلول، فتزداد حموضة المحلول بزيادة تركيز أيونات الاتش. لو تفحصت الصورتين أمامك، هذا الصورتين أحدهما بكثرة أحدهما بكرة لشريط ورقي عليها ألوان لكل لون رقم، أما الأخرى ففيها شريط ورقي يقارن لونها مع مجموعة الألوان المرقمة. كثيرا ما توجد هذه الأدوات في مختبر الكيمياء، ما الغرض التي تستعمل من أجل هذه الأدوات؟ وماذا تعني الأرقام للألوان؟ شنو تعني الأرقام للألوان؟
أقول له تحديد المحلول إذا كان حامضياً أو متعادل أو قاعدياً يستعمل مقياس تعرف بمقياس pH الرقم الهيدروجيني، يقيس شدة الحموضة أو القاعدية لمحلول معين بدقة مقياس pH أو الرقم الهيدروجيني مدرج بأرقام من 0 إلى 14. عند قياس pH الماء المقطر والماء سائل متعادل لأن تركيز هنا علل هذا الجواب لأن تركيز أيونات H موجب فيه مساوي لتركيز أيونات OH سالب، فتكون قيمة pH تساوي ل pH سفن يعني تساوي سفن pH يساوي سفن، بينما تكون المحاليل الحامضية أقل من 7 pH أصغر من 7 والمحاليل القاعدية أكبر من 7 7 pH أكبر من 7. نجي على صفحة 86، هناك طرق مختلفة لقياس pH للمحلول ومنها استعمال أجهزة خاصة المقياس pH بغمر قطب في المحلول المراد قياس للرقم الهيدروجيني له كما في هذه الصورة. استعمال نوع خاص من أشرطة ورقية يتغير لونها عند كل قيمة من قيم pH وتكون على شكل بكرة ورقية أو شريط يدعى ورق الكشاف العام يعني الدليل العام. إن القيمة العددية للرقم الهيدروجيني pH تقل بزيادة حموضة المحلول أي زيادة تركيز موجب H، وتزداد بزيادة قاعدية المحلول أي زيادة تركيز OH في المحلول. وهذا الشكل بين مقياس pH هذه لكل من الأشياء في حياتنا.